رئيس قسم بالقصر العيني عن إصابة وائل البراشي، الرئتين تلتئم وتعود لنشاطها الطبيعي. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل البراشي اليوم. بعد تدهور صحته، آخر تطورات حالة الإعلامي وائل البراشي. معدة برنامج وائل البراشي تكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بكورونا. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل ان نبدا فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو 9000 لايك. لو متعاطف مع وائل البراشي ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع وائل البراشي. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اول باول. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل البراشي اليوم. تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل البراشي اليوم. أصيب خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والكتاب فيروس كورونا المستجد، مما أدى لشفاء البعض وعدم استقرار الحالة الصحية للبعض الآخر. ويرغب الجمهور من محبيه للفن والإعلام في معرفة الحالة الصحية للإعلامي وائل البراشي يوميا وبصفة مستمرة بالسؤال عنه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرجت معدة برنامج وائل البراشي فاطمة قنديل بتصريحات رسمية تفيد أنه في حالة مستقرة حتى الآن، لم يحدد الأطباء موعد خروجه من العناية المركزة بمستشفى زايد التخصصي، وأنه منذ أن دخل المستشفى وحالته الصحية مستقرة. في رسالة منها لطمأنينة الجمهور، إلا أنه خرج مصدر طبي بتصريحات لأحد المنصات الإخبارية تؤكد عدم استقرار حالة البراشي الصحية ودخول العناية المركزة خلال هذه الأيام ويخضع للملاحظة الطبية. من جانبها خرجت أسرة البراشي عبر صفحتها الرسمية على صفحة التواصل الاجتماعي تناشد المواطنين بتحري الدقة في المعلومات التي تنشر وعدم بث معلومات مغلوطة، حيث أشيع بعدم استقرار حالته ووفاته، مؤكدة على الدعاء له من جانب المواطنين. ويشار إلى أن البراشي أصيب الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد COVID-19 الذي اجتاح العالم بداية 2020 وأدى لتوقفه عن تقديم برنامج التاسعة على قناة مصر الأولى، وتم نقله إلى العناية المركزة الأربعاء الماضي، بينما قامت الإعلامية نجوى إبراهيم بتقديم البرنامج لمدة أسبوع وأصيبت هي الأخرى بفيروس كورونا، إلا أن حالتها الصحية مستقرة وتخضع للعلاج داخل منزلها. رئيس قسم بالقصر العيني عن إصابة وائل البراشي، الرئتين تلتئم وتعود لنشاطها الطبيعي. قال الدكتور أيمن سالم رئيس قسم الأمراض الصدرية بالقصر العيني ردا على تساؤل الإعلامي سيد علي حول تأثير فيروس كورونا على الرئتين مثلما حدث مع الإعلامي وائل البراشي، إن أي فيروس ينتشر في جسم الإنسان ليستكمل حياته ويستهدف خلايا محددة وعلى حسب كمية العدوى، وأوضح أنه في أحيان كثيرة تكون الإصابة خفيفة ربما غير ملحوظة لو لم يكن لها أعراض تنفسية، مشيرا لأن 90% إصابات خفيفة ويكون أجساما مضادة ويتحمل التعرض لنفس الفيروس بعد ذلك. وذكر أن هناك حالات أخرى تكون الإصابة شديدة والمقاومة ضعيفة أو مريض يعاني من السكر، موضحا أنه يرفض استخدام مصطلح تدمير الرئتين لأنها عبارة عن إصابة قد تكون محدودة أو منتشرة مثل أي خلية في جسم الإنسان، يمكن أن تلتئم وتعود لنشاطها الطبيعي، بكلما تكون محدودة يكون شفاؤها أسرع. وذكر أن التئام الجرح يستغرق أسبوعين أو ثلاثة، ونفس الشيء يحدث يمكن يكون لها تليف خفيف ومحدود. مردفا ليس لدي اي معلومات طبيه عن حاله وائل البراشي، ولكن هناك حالات متوسطه وشديده تخرج ولكن يكون لها فتره نقاهه اكبر. حقيقة وفاة الإعلام المصري وائل البراشي، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أخبارا تتحدث عن تدهور حالة الإعلام وائل البراشي الصحية ووفاته نتيجة تأثره بفيروس كورونا. ونفى مصدر من برنامجه التاسعة في تصريحات مع برنامج اي تي بالعربي، حيث صرح المصدر أن وائل البراشي صحته جيدة ويتواجد حاليا في مستشفى زايد التخصص بالسادس من أكتوبر، وأضاف المصدر أنه يتواجد في غرفة عادية وليس في العناية المركزة التي غادرها منذ أكثر من يوم، وأن حالته الصحية تتحسن وتستجيب للعلاج تدريجيا. كما نفى مدير المستشفى أيضا خبر الوفاة مؤكدا ان حالته في تحسن مستمر، ويبدو ان وائل البراشي لم يتحدث كثيرا تبعا لنصائح الاطباء. وكان الاعلامي وائل البراشي مقدم برنامج التاسعة المذاع على فضائية الاولى المصرية، اعلن اصابته بفيروس كورونا عقب اجراءه تحليل PCR وظهور النتيجة ايجابية. وظهرت الاعراض على الاعلامي وائل البراشي في حلقة الاربعاء الماضي ابرزها الكحة على الهواء. وعقب اصابته اجرى الاعلامي المصري مداخلة تلفزيونية تحدث خلاله عن اصابته بكورونا وقال ان شاء الله نعدي المحنة دي ونعود للشغل مع بعض تاني. حقيقة وفاة الإعلامي المصري وائل البراشي بكورونا، نفى الدكتور محمد فتحي يونس رئيس تحرير برنامج التاسع على القناة الأولى المصرية ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الإعلامي وائل البراشي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ونقلت صحيفة المصري اليوم عن يونس قوله إن ما تردد حول وفاة وائل البراشي هو مجرد شائعات، وهو الآن حالته مستقرة وبالمستشفى الذي يتلقى به العلاج. وأضاف يونس أنه بصحة جيدة جدا اليوم ولا يوجد أي تطور سلبي، حيث تواصل مع أسرته بالمستشفى منذ قليل وأكدت له ذلك. وقالت صفحة البراشي الرسمية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بناء على رغبة الأسرة، هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل البراشي والتي سوف تقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط، ولأن الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة.
أسرة وائل البراش تعلن آخر تطورات حالته الصحية. قالت أسرة الإعلامي وائل البراش على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الحالة الصحية له في استقرار تام وفي تحسن. كانت أسرة البراش ناشدت الجميع السبت احترام مشاعرها بعد ما بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة. وأصيب وائل البراش الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد وتوقف عن تقديم برنامجه التاسع على قناة مصر الأولى وتم نقله إلى العناية المركز الأربعاء الماضي. فاطمة قنديل حالة البراش الصحية مستقرة ولا داعي للشائعات. صرحت فاطمة قنديل رئيسة تحرير برنامج التاسعة بأنها تواصلت مع الإعلامي وائل البراشي وأن حالته مستقرة ولا أساس من الصحة من تدهور حالته الصحية ويتلقى العلاج اللازم منذ دخوله إلى المستشفى تأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وطمأنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل البراشي عبر موقع فيسبوك الجمهور والمتابعين عن حالته الصحية مشيرة إلى أنه في حالة استقرار وتستجيب للتحسن. كما طالبت بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة. وكتبت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل البراشي عبر موقع فيسبوك بناء على رغبة الأسرة هذه الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل البراشي والذي سوف فتقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط. والآن الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعد من بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة. يوسف الحسين يكشف تطورات الوضع الصحي للإعلامي وائل البراشي. طمأن الإعلامي يوسف الحسين المواطنين على حالة الإعلامي وائل البراشي بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى مؤخرا. قال الحسيني خلال برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية مساء السبت إن حالة الإعلامي وائل البراشي تتحسن شيئا فشيئا ورويدا رويدا وقريبا سيعود لتقديم برنامجه. وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني لا تستمعوا لما ينشر على القنوات الإعلامية في تركيا ولا تستمعوا لشماتة من ليس لديهم أخلاق ولا وازع ديني. أسرة وائل البراشي نرجو من الجميع احترام مشاعرنا بعدم بث الشائعات. وجهت أسرة الإعلامي وائل البراشي رسالة لجميع محبيه القلقين على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا. وكتب المسؤول عن صفحة البراشي الموثق عبر موقع فيسبوك بناء على رغبة الأسرة هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل البراشي التي سوف تقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط. وتابع ولان الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعد بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة. وكان الإعلامي عمرو أديب نشر رسالة من البراشي في برنامج الحكاية قائلا إن الأطباء يمنع عنه الكلام لذا أرسل له رسالة وأقرأ نصا على الهواء وقال فيها أنا ممنوع من الكلام بأمر الأطباء. تحياتي لأخي وصديقي عمرو أديب يمكنه قراءة الرسالات التالية. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. لا تنسوا الدعاء للإعلامي وائل البراشي بالشفاء العاجل. لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.